تعانق الشابية مسعد في صمت رغم شهرتها داخليا وخارجيا، إلا أنها بقيت رهينة أنامل هذه النساء التي تصارع الزمن في ظل إمكانيات بسيطة جدا. مازالها رانا حيينها، ورانا اللي كاينه اللي عندها هنا 70 عام 80 عام راه مازالت تخدم. نعلموا في الجيل الصغير، رانا نعلموا فيه. حابين يتعلموها؟ اي نعلموهم بناتنا عيال اولادنا، نعلموا كاع في بناتنا. صنعت صعيبة شوية. صعيبة خدمتها واعرة والبرقالي وكلش راح عندنا رانا فيها معاناة. دخلنا تصاميم جديدة كما لي مونتو تاع الشباب، حاجة حتى المرأة ودرنا لها لي مونتو باش نمشوه خارج الوطن. حنا شوفوا النساء تلقاها مسكينة مسنة كبيرة تتبعها الضريبة، كاين حتى اللي توفات وخلات الديون تاع الضريبة. مسعد بالجلفة التي تعتبر قلب هذا المصنوع التقليدي أكثر من 200 محل خياطة، ومن ورائها في كل منزل نسيج. أنا عندي 100 مرة خدامة عندي، 100 قطعة كيما هاك، بصح ينقصني التسويق ما عنديش. وعلاه؟ باش نعاود نديماري من جديد ونجيب لهم المادة الأولية، لازم السلعة هي الأولى تتباع، كي تتباع السلعة نعاود نديمارو من جديد. ماناش عارفين أسبابها وشني، احتكار تجار. عندنا هنا التجار محتكرين السوق، يشرو بأثمان قالية رخيصة ويبيعوا البر بأثمان قالية، وين الضحية؟ هي المرأة الماكثة في البيت. بين الماضي والحاضر تصارع هذه الحرفة في مسعد، وتعاني معها هؤلاء النسوة إذا لم يتم تدارك هذه الوضعية التي ستقضي حتما على هذه الثروة الحرفية.